4 ليسون 3 بارت 1. نبدا كده مع بعض نقرا الكلمات اللي فوق. ستي يعني يقيم، يقيم يقعد في حته يعني يمكث في مكان. بولوشن التلوث، ايكو توريزم السياحه البيئيه، وايلد لايف الحياه البريه، ايكو تورستس اللي هم السياح البيئيين، ايكو تورستس السياح البيئيين. لما تجي لي كلمه وات دو يو ثينك اوف، السؤال ده لما نبدا كده بيه معناه ما رايك فيه. وات دو يو ثينك اوف يتحفظ على بعضه كده معناه ما رايك فيه. وات دو يو ثينك اوف ما رايك فيه، هيقول له ما رايك في ايه في الحاجات اللي فوق ديت. لازم يجي اسم، يعني ما ينفعش ستي وقيم ده فعل. ها هيقول له ما رايك في كذا. المهم راح قال له في الاجابه ايكو توريزم is an exciting idea، هي فكرة مثيرة. It looks after the، هي تعتني بالكذا. المهم بيقول له ايكو توريزم is an exciting idea، فكرة مثيرة. يبقى بيقول له ما رأيك في الايه؟ ايكو توريزم، صح نفس الكلمة. ما رأيك في السياحة البيئية؟ قال له السياحة البيئية ديت فكرة مثيرة. هي تعتني ب looks after the، تعتني بال ذا ايه كده، تعتني بايه فوق، ها هتعتني بايه؟ وايلد، تعتني وايلد لايف الحياه البريه، وايلد لايف الحياه البريه، وايلد لايف صح. اند هيلبس وتساعد لوكال بيبل السكان المحليين، ليه؟ بتوفر لهم فرص عمل وبتخليهم يكسبوا فلوس ياما وكده. المهم هل دو يعني هل، هل ايه لايك تو ترافل باي بلين، بيحبوا يسافروا بالطياره، هل مش عارف مين كده يحبون ان يسافروا بالطياره، اللي هم هيبقى السياح البيئيين. انا بتكلم في رقم 3 ايكو توريزمس، لا توريزم ده السياحه البيئيه. هل السياح البيئيين دو ايكو تورستس، هل السياح البيئيين يحبون ان يسافروا بالطائره؟ قال له نو بيكوز اوف، بسبب الايه؟ ذا بولوشن، صح ذا بلينز كوز اللي بتسببه الطائرات. المهم قال له وير دو ايكو تورستس ستاي، ان اين يقيم السياح البيئيين، بيقعدوا فين يعني؟ قال زي ستاي ان سمول لوكال هوتلز، بيعيشوا في فنادق محليه صغيره، فنادق صغيره كده، اور بي او بيدفعوا فلوس بقى لناس اهل بيت كده ولا حاجه، تو ستاي ان بيبلز هاوسز، عشان يقعدوا زي اجروا شقه كده في بيت ولا حاجه ويقعدوا فيها. يبقى ستاي يقيمون ان بيبلز هاوسز، في منازل الناس، ها ده السياح البيئيين. نخش على نمبر 2 اللي هي ماتش وصل. قبل ما نقرا هنتكلم كده مثلا يعني ايه مثلا توريزم، دي السياحه نفسها، توريزم السياحه. دامجز تدمر، هيستوريكال، هيستوريكال دي التاريخيه، فهتبقى وتوصف حاجه بقى، هتوصف ايه؟ ايه التاريخيه ديت؟ انه حرف هناخدها مع ايه؟ رقم 1 مع ايه؟ تدمر ايه التاريخية، او تتلف الايه التاريخية؟ سي صح، places and monuments، يبقى تدمر الاماكن، الاماكن والاثار التاريخية. نمبر 2 traveling by planes، السفر بالطائرة. السفر بالطائرة creates، creates ديت بيسبب، بيخلق، ها بيوجد معناها كده يعني، ها بيوجد ايه او يخلق ايه؟ تو ماتش كربون دايوكسيد، الكثير جدا من ثاني اكسيد الكربون، صح اللي هي اف. نمبر 3 ايكو ديت، كلمه ايكو يعني بيئي او بيئيه، دي صفه يعني. المهم ديت مينز تعني ايه؟ ايه صح، ريليتنج تو ذا انفايرمنت. يعني ايه كلمه ريليتنج تو ذا انفايرمنت؟ ما يتعلق بالبيئة، relating يعني ما يتعلق به، ها البيئة، يبقى ايكو يبقى relating to the environment، ما يتعلق بالبيئة. نمبر 4 a tourist، السائح was diving، كان يغطس in the red sea، صح البحر الاحمر، near a coral reef، كان بيغطس في البحر الاحمر قرب الكورال ريفز، دي الشعب المرجانية. نمبر 5 توريزم السياحة is very important، وقلنا مو important مهمة، فالسياحة مهمة جدا، دي
تو ماني كونتريز، للعديد من الدول. برافو، للكثير من الدول. نخش على الترتيب. قبل ما نبدا الترتيب احنا هنقول معنى الجمله بالعربي والقاعده وكده. هي ورد يعني اين. الجمله هتبقى بالعربي اين يقيمون. اين يقيمون لما نلاقي دو نقوله اداه دو فاعل مصدر، اداه دو فاعل مصدر، والمصدر ده الفعل بدون اضافات وبيبقى رابع حاجه. ها يبقى هتبقى ايه؟ اين يقيمون، اين هم يقيمون يعني. Where do they stay؟ برافو. Where do they stay؟ الجملة نمبر 2 بيقول لي ان طبعا نرى كلمة coral reef دي الشعب المرجانية، ونير يعني بالقرب من، ولايك تو يعني يحبون ان، ودايف يختصوا، وايكو تورستس السياح البيئيين. فانا هقول بالجملة بالعربي، السياح البيئيين يحبون ان يغطسوا بالقرب من الشعب المرجانية. هي الجملة كده هتبقى بالعربي. تتقال ازاي انجليش؟ تورست صح، ايكو تورست. ايوه يحبوا يغطسوا. ايوه ممتاز، بيحبوا يغطسوا بالقرب من الشعب المرجانيه. نخش على نمبر 3. نمبر 3 ديت جمله مهمه، ان فيها عيب بقى السياحه البيئيه دي، ان مش مريحه مثل السياحه البيئيه دي، مش مريحه مثل السياحه العاديه. تمام، كلمة السياحة العادية دي هتبقى في آخر الجملة، هتبقى إيه؟ نورمال توريزم. آخر كلمتين هيبقوا نورمال توريزم اللي هي السياحة العادية. رتبها بقى. إيكو توريزم إزنت صح يعني مش. أيوه أز لا بص بص اسمعني، كومفورتبل كومفورتبل لا كم كومفورتبل. أيوه كده اتنطق كده كومفورتبل أز نورمال توريزم صح. يبقى إيكو توريزم إزنت يعني مش أز كومفورتبل أز نورمال توريزم. نخش على اللي وراها، بيقول لي ان السياحه البيئيه تساعد البيئه. ايكو توريزم هيلب ذا انفايرمنت صح، هيلبس ذا انفايرمنت، بس نبدا ذا ولا ذا انفايرمنت؟ ذا عشان وراها حرف الاي، الحرف فاول بعد ذا، لو جه حرف فاول زي الاي او الاي او كده اقولها ايه؟ ذا، اكسرها ذا انفايرمنت. تمام. الجزء اللي جاي ده هنتناقش كده في بره. هو بيقول لي هنا helps بتساعد people الناس learn يتعلموا about يعني عن، بتساعد الناس ان هم يتعلموا عن new cultures الثقافات الجديدة. في حاجة كده بتساعد الناس ان هم يتعلموا يعني يروحوا بلاد كده غير بلادهم ويشوفوا بقى الناس دي عايشة ازاي، دي اسمها ثقافات يعني. يبقى مين اللي بتساعد الناس ان هم يتعلموا عن الثقافات الجديده؟ السياحه اكيد، هتبقى توريزم، هتبقى ايه؟ توريزم السياحه. طب نمبر 2، ذا اي تيل ذا تورستس وير ذي كان دايف. ذا كذا يعني الكذا، تيل يعني يخبر، يخبر يعني بيقول يعني للسياح وير اين يمكنهم زي كان يعني يقدروا يعني دايف يغطسوا. في حد من دول بيعرف السياح المكان اللي ممكن يغطسوا فيه. كاتب لي تيتشرز، كاتب لي تور جايدز، كاتب لي دكتورز، كاتب لي فارمرز، اكيد هيبقى المرشدين السياحيين شغلتهم كده يوجهوا السياح ويقولوا لهم يغطسوا فين. حد عارفها؟ تور جايدز صح، تور جايدز. الجمله اللي وراها توريزم السياحه جيفز تعطي او بتوفر ايه كده فور لوكال بيبل للسكان المحليين، بتوفر لهم ايه او بتعطيهم ايه؟ كاتبين فيليجز كرة، السياحه هتدي السكان المحليين اهل البلد يعني كرة، ولا هومز بيوت، ولا فارمز مزارع، ولا جوبس وظايف، بتوفر لهم ايه؟ جوبس صح، وظايف. جوبس يعني ايه وظايف. الجمله اللي وراها نمبر 4 بيقول لي ايكو توريزم السياحه البيئيه هيلبس بتساعد تو بروتكت ذا في حمايه الايه، بتساعد في هي هيلبس يعني تساعد تو بروتكت في حمايه يعني بتحمي وايلد لايف. وايلد اسمها اتنين كده، قولوا ايه؟ وايلد لايف الحياه البريه صح، حمايه الحياه البريه. الجمله اللي وراها وي شود لوك يجب ان نعتني بيه، احنا قلنا لوك حاجه كده نعتني بيه، ذا هيستوريكال بليسز اند مونيومنتس، نعتني بالاثار والاماكن التاريخيه. يعني ايه نعتني بيه؟ لوك ايه؟ لوك ايه؟ لا اب لوك افتر، لوك ايه؟ افتر، احفظوا لوك افتر يعتني بيه.
ناخد سؤال بنكتويشن. هاو داز توريزم هيلب ايجيبت؟ بص لو بصينا كده هنلاقي الاتش بتاعت صح هاو عشان بدايه السؤال كابيتال، حرف كابيتال، وهاو دي تعتبر في الاخر نقطه ولا علامه استفهام؟ علامه استفهام صح، لان هاو كيف، كيف ده سؤال. في كلمه كمان محتاجه حرف إيجبت. صح الاي بتاعت ايجيبت، يبقى هما دول الثلاث تغييرات. ليسون 4 بيج 209 صفحه 209. بص بقى معايا الجمله الاولى بالعربي كده، انه هو بدا يحب الحديقه، هو بدا يحب الحديقه، اتفضل ترجمها. He started to love the garden. صح he started to love the garden. الجمله اللي وراها كيف يشعر مجد. بس قبل ما نقول القاعده، اداه does الفاعل المصدر، فين المصدر هنا؟ المصدر يعني ايه؟ مين المصدر في لا المصدر لا ماجد، المصدر ده الفعل اللي هو بيبقى بدون اضافات، فعل اللي هو يشعر ده هيبقى مين؟ فيل. كيف يشعر ماجد؟ يلا كون السؤال. هاو داز ماجد فيل، يبقى ده داز فاعل مصدر، يعني ماجد قبل فيل. ها تمام. الجمله اللي وراها بالعربي برضك، انا اساعد مجتمع، وكلمه المجتمع يعني كوميونيتي، كوميونيتي كده. I help my community. صح. هم زرعوا، خلي بالكوا من الحته دي، لما تجي لي كومه يبقى بص، لما تلاقي كومه زي فيجيتابلز في كومه كده يبقى دي اول كلمه، بعد كده احط كلمه تانية بعدها، وقبل الاخير احط اند، يعني اند دي تتحط قبل الاسم الاخير. يعني هم بص الجمله معناها هم زرعوا خضروات وفواكه وحبوب او بذور. يلا نرتبها. They planted vegetables. Vegetables. Fruits and seeds. برافو كلهم كده صح. تمام نخش بقى على اللي وراها. القطعة اللي وراها هنقرا بس الكلمات اللي فوق. Garden الحديقة. Plants النبات. Delicious لذيذ. Dug حفرة. ها ده التصريف التاني من dig، يعني فعل ماضي. التصريف التاني ده فعل ماضي حفروا. Messy يعني فوضوي. مكان كده مبهدل مكركب كده يعني. شريف زيدان يعني والد شريف. بص لما تجيلي ابوستروفي اس كده ما ترجمش شريف الاول، اخد اللي بعدها اللي هو والد، والد شريف ابو شريف يعني. انفايتد دعاه، انفايتد ده ماضي برضو، دعاه تو جو تو ذا كوميونيتي جاردن وذ هيم، للذهاب الى حديقه المجتمع يعني ها معه. ات فيرست في البدايه هي didn't like it، ما كانش حاببها، مش حابب الحديقه يعني. ات واز ديرتي كانت متسخه. اند ايه ميسي صح، وفوضويه مكركبه كده وبتاع. هي ثوت هو ظن فكر يعني ان هي didn't like انه لا يحب ايه البلانت بلانتس النبات، لا يحب ايه بلانتس النبات، انه مش حابب النبات. But ولكن شريف is a kind boy ولد طيب. And wanted to help his dad وأراد أن يساعد والده. They worked in their part of the A together، يعني worked اشتغلوا في في الـ A كده معا. Guarded صح، في الحديقة معا. They A the soil، هم إيه التربة اللي هو الطينة يعني كده. And planted وزرعوا their vegetables and fruit seeds. Dug. حفروا التربة وزرعوا خضرواتهم والفاكهة and fruit seeds. ماشي. طب الجملة اللي وراها هنا بيقول لي لميس gave the beans، أعطت الحبوب اللي هي زي الفول يعني. دي. To the older people in the community، للناس الكبار في المجتمع صح. The weeds are، weeds دي معناها الأعشاب الضارة، الأعشاب الضارة يعني وجودها بيضر بالنباتات الأخرى. فلازم دي تتشال يعني تتزال، فدي معناها the harmful plants. harmful ديت يعني ضارة. The harmful plants النباتات الضارة. Number 3 بيقول لي he learned about plants، هو تعلم عن النباتات. ايه in the school في المدرسه صح، in the school يعني في المدرسه. الجمله اللي وراها
بيقول لي هنا البلانتس النبات نيد يحتاج، بص الترجمه واتر الماء اند ايه كده lots of sunshine to grow، يعني الكثير من اشعه الشمس لينمو او يكبر يعني. يبقى نقول ايه plants need water and lots of sunshine to grow، يعني كثير من اشعه الشمس لينمو او يكبر. الجمله اللي الاخيره ماجد واتر روى او سقى، روى ايه او سقى ايه؟ لا ذا بلانتس النبات، ما افتي خدناها خلاص، انا بتكلم على اخر واحد. ماجد واتر روى او سقى ايه؟ ذا بلانتس النبات افري دي، كل يوم يعني، كان بيسقي الزرع كل يوم. بي ماشي. بصوا كده معايا هنا، لما اجي احل قطعه اقرا الاسئله الاول، ما جاوبش ما اقراش القطعه لما اقرا الاسئله وافهمها. يعني مثلا انا بقول بلانتس النبات نيد، لو معلومات عامه وعارفينها خلاص. بلانتس النبات نيد يحتاج سانشاين، اشعه الشمس، تو جرو، احنا قلنا تو لما يجي وراها مصدر، لينمو ليكبر يعني. احمد didn't like growing plants in the garden، احنا قلنا didn't مع like لا يحب، ما كانش بيحب يعني زراعه النباتات في الحديقه، ما كانش بيحب زراعه النباتات في الحديقه. انا لما ارجع للقطعه لو فعلا المعلومه صحيحه اكتب ترو، لو المعلومه دي خطا اكتب ايه فولس، اعمل حرف الاف يعني. احمد took the weeds out، يعني ايه took مع out؟ يعني اخرج، يعني واحنا قلنا weeds قبل كده اللي هي الحشائش الضاره، يبقى اخرج الحشائش الضاره اللي هي موجوده في الحديقه وهتضر بالزرع، دي اسمها ويدز، حدائق حشائش ضاره. يعني ايه توك ذا ويدز اوت؟ يعني اخرج الحشائش الضاره، طلعها بره الجنينه يعني. ماشي، ده معنى الجمله. برضك هنقرا القطعه هنعرف الكلام ده حصل ولا لا. طب ازاي نفهم السؤال؟ نتعلم. واي ديد احمد واتر ذا بلانتس افري داي؟ احنا قلنا ديد لما تيجي اداه ديد فاعل مصدر، القاعده دي تترجم ايه؟ ما ترجمش ديد، انما ترجم الفعل في الماضي. يعني مثلا وارر معناها يروي، لا انا اقولها روى او كان يروي، اقولها في الماضي. يبقى لماذا ها روى احمد، اقولها كده مش يروي بقى، اقول روى احمد ذا بلانتس النبات افري دي، كل يوم. ليه كل يوم كان بيروي يسقي الزرع؟ لما نقرا القطعه هنعرف ليه كان بيسقي الزرع كل يوم. الجمله النمبر 5 بيقول لي وات ديد احمد اند هيز داد تيك to the people in the community، ماذا تيك يعني اخذوا للناس في المجتمع في المنطقه بتاعتهم في الحي بتاعهم يعني وكده منطقتهم، ماذا اخذوا الى الناس يعني خدوا ايه دول الناس يعني. تمام، بعد كده هيجي لي بقى سؤال منكتويشن بيقول لي why is it good to eat from a community garden؟ واي يعني لماذا، is it good يعني ليه جيد، يعني ليه شيء كويس to eat، ان تاكل from a community garden من حديقة الحديقة المجتمعية بتاعت المجتمع يعني. ها طبعا هنكبر ال W ونحط في الاخر question mark عشان ما فيش حاجة تانية غير كده. اللي وراها وليد is a kind boy، وليد ولد طيب، عامل ال W بتاعت وليد وحط في الاخر full stop، يبقى كده السؤال ده تمام. يلا نبدأ مع بعض. Page 214 اللي هي lesson 5 and 6، نحل نقرا الكلمات اللي فوق. local يعني محلي، ودي ممكن توصف حاجات ياما، اقول local people يعني السكان المحليين، local shops المحلات اللي هي المحل الدكاكين اللي هي المجاوره يعني، ممكن اقول local hotels الفنادق المحليه. كلمه local يعني محلي. ها mountains الجبال، mountains اللي ايه الجبال. what يعني ماذا او ما. birds الطيور. ايكو توريزم السياحه البيئيه. طيب السؤال هنا بيقول له اتنين بيكلموا مع بعض، فاطمه بتتكلم مع نوها وبتقول لها why is طابا، لماذا طابا، احنا قلنا اسم مش هتترجم، يبقى لماذا طابا good for يعني جيده لي، جيده لي. ايكو تورز، ايكو توريزم صح، ايكو توريزم اللي هي السياحه البيئيه. قال بيكوز عشان، وي كان فايند ديزرت لاننا نستطيع ان نجد الصحراء
ايه كده؟ and the sea there، والبحر هناك. نرى الصحراء والجبال mountains، صح الجبال. and the sea there، والبحر هناك. راح قالت لها ايه animals، فاطمة قالت لها ايه animals can you find in طابة، وحطت question mark عن علامة استفهام. what، صح، ما الحيوانات can you find يعني ممكن تجديها في طابة. قالت لها we can find يعني يمكننا ان نجد fantastic wild life، الحياة برية رائعة، ها، in طابة، في طابة، like the Nubian ibex، وده ماعز يعني اسم ماعز كده بيعيش في الجبال بتاعت اسمه ايه الماعز النوبي، يبقى like the Nubian ibex and rare، دي النادرة يعني مفيش منها كتير يعني bird. صح، والطيور النادرة، ها، rare birds. هتلاقي that's great، هذا رائع. thanks for giving me information، شكرا للمعلومات اللي اعطيتها لي يعني. هتلاقي your welcome يعني العفو يعني. ناخد السؤال اللي وراه، بيقول لي اقرأ واكمل القطعة ديت بالكلمات دي. camps المعسكرات، camps اللي هي المعسكرات، animals الحيوانات، buildings المباني، holiday الاجازة، hiking التنزه او التمشية. فبيقول لي if you like history، لو انت بتحب التاريخ، if you like history there is، واحنا قلنا there is و there are احفظهم صم، لما يجوا معناها يوجد، there is يعني يوجد، lots in طابة، يوجد الكثير في طابة، there is نواميس، ودي قال لي عليها دي عبارة عن a village، قرية، of round very old ايه يعني ذات مش عارف فيه كده قديمة مستديرة، round ديت يعني مستديرة، و very old قديمة جدا. ايه دي؟ ايه دي؟ صح، buildings المباني، buildings يعني المباني القديمة المستديرة يعني اخده شكل دائري. they are fascinating، هي جذابة، هي خلابة. ecotourists السياح البيئيين in طابة can enjoy، يقدروا يستمتعوا ب diving ايه and camping hiking، يقدروا يستمتعوا بالغطس وهايكنج، دي التنزه اللي هي التمشية يعني، وإقامة المعسكرات كامبينج، إقامة الإيه المعسكرات أو المخيمات يعني يقعدوا في خيم وكده. they can stay in، هما يقدروا يقيموا يمكنهم الإقامة في in a and ecologies، وكلمة ecologies يعني منازل صغيرة صديقة للبيئة، دي معنى ecologies. in camps، صح، في المعسكرات camps اللي هي المعسكرات والبيوت الصغيرة الصديقة للبيئة. you can find، يمكنك ان تجد everything، كل شيء in طابة، for a great يعني عايزه اللي مش عارف ايه كده رائعة يعني، صح، لقضاء اجازة ايه رائعة، يبقى for a great holiday. الجملة اللي جاية دي هتبقى ترتيب، بس قبل ما ابدأ، لما يبدأ الجملة بالمصدر يعني بيديك امر، مثلا بقول واحد جو اذهب، اوبن افتح، يبقى ستي اقم، اقعد يعني، والصفة بتيجي قبل الاسم يعني. لو مثلا عايز اقول اكواخ، اكواخ اكواخ مريحة، فاقول كامفورتبل قبل هاتس مثلا، فهو يعني بيقول له ايه اقم في اكواخنا المريحة، تتقال ازاي؟ ستي في in our comfortable huts، صح، stay in our comfortable huts، ها، يعني اقم في اكواخنا المريحه. نمبر 2 بيقول هنا، بيقول السكان المحليين ودودين جدا، وكلمه ودود يعني فريندلي، ها، هي كلمه فريند لوحدها صديق، لما احط لها ال واي يبقى ودود، فانا عايز اقول السكان المحليين ودودين جدا، بين الاسم وبين الصفه بحط ار، ها، الار دي بتبقى بين الاسم والصفه، فهبدا بالسكان المحليين وقبل ما اوصفهم اقول ار، بعد كده اقول ودودين ايه جدا، تتقال ازاي دي؟ the local people، صح، people، the local people، the local people friendly، لا احط الاول ايه قبل ما اوصف اقول ايه ار، بعد كده friendly very ولا very friendly very friendly. ف
فريندلي فيري ولا فيري هي مين اللي بيجي الاول؟ فيري قبل الصفه، يعني فيري طول طويل جدا، فيري هاي عالي جدا، فيري بيج كبير جدا، يبقى تتقال ازاي بقى؟ لا فيري فريندلي. قولها بقى كلها تاني. ذا كوكل لوكال لوكال بيبل ار فيري فريندلي. ايوه كده، السكان المحليين ودودين جدا، طيبين عشريين يعني كده، بيحبوا الناس. ها انا الجمله بس الاول بيقول ايه؟ ان السياح لما الاقي مصدر وكان، مين اللي يجي الاول؟ لما الاقي كان ولا الاقي مصدر، او يعني مين اللي يجي الاول؟ كان قبل المصدر، وكانت برضك قبل المصدر. طب ايه كان؟ يعني يقدروا، يمكنهم، بيجي وراها مصدر الفعل. خلاص، فهنا الجمله بالعربي هتبقى السياح يقدروا او يمكنهم الاقامه في حاجه اسمها ايكولوجيز، ديت منازل صغيره صديقه للبيئه، يمكنهم الاقامه في منازل صغيره صديقه للبيئه. اتفضل. توريست كان ستاي ان ايكو ايكولوجيز، يبقى كان ستاي ان ايكولوجيز. بصوا بقى معايا هنا كده، دي ازاي نفهم الاسئله؟ لازم نترجم الاسئله الاول قبل الحل. وي كان فايند، احنا اهو كان وراها المصدر، يعني يمكننا ان نجد. اونلي ديزرت، فقط صحراء في طابة. شوف هنقرا القطعة برضك، هل صحراء، هل طابة صحراء فقط يعني ما فيهاش غير صحراء؟ اقول يمكننا ان نجد فقط صحراء في طابة، هنقرا القطعة ونعرف. Local people، السكان المحليين are very friendly، ودودين جدا، شبه الجملة اللي جت في الترتيب. Local people are very friendly، السكان المحليين ودودين جدا، هنقرا ونعرف. هي بس هي باينة، الأسئلة باينة يعني من غير ما نقرا القطعة يعني. The eco tourists اللي هم اللي السياح البيئيين can talk about، يقدروا يمكنهم يعني، كان يعني يمكنهم talk about، يتحدثون عن، يمكنهم التحدث عن culture with the local people. يعني ايه culture؟ الثقافة، يتكلموا عن الثقافة with the local people، مع السكان المحليين، يتحدثون عن الثقافة with يعني مع local people، السكان الايه؟ المحليين. الجملة اللي وراها عايزة ترجم الاول. Why is طابة، لماذا طابة good for the eco tourists، لماذا طابة جيدة للسياح البيئيين اللي هم بيهتموا بالبيئة وبنظافة البيئة وكده، ليه طابة جيدة للسياح البيئيين؟ هنقرا برضك نعرف. وير از طابة، فين طابة دي؟ هنقرا برضك هنعرف. تمام، لازم نقرا القطعة كويس عشان نعرف كل كلام الإجابات على الأسئلة دي.